السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نبتدي معاكم تشكيل هذه شجيرة نيم. راح أبتدي معاكم خطوة بخطوة في هذه الشجيرة. هذه شجيرة من أصل شجرتين تبرع بهم صاحب مشتل زرع هل البحرين، راح يطلع عندكم حسابه في الانستغرام. ما قصر جزاه الله ألف خير، تبرع بهذه الشجيرتين علشان هذه الفيديوهات التعليمية، فهو تبرع بهم لي بدون أي مقابل جزاه الله خير من باب نشر المعلومة والتعليم. فأنا اتفقت معه أنه راح أشكلهم مع الوقت، يكونون يأخذون شكل شوي بونزاي، يبتدون في التشكيل وكذا، ولما يتأسسون ممكن بعدين أرجعهم له ويبيعهم ويستفيد، وتكونون أنتوا أيضا استفدتوا من المعلومة عن طريق الفيديوهات هذه. فاللي حاب يتابع معاي خطوة بخطوة ويحصل نفس النتائج ممكن يحصل على نفس الشجيرات بسعر جدا زهيد من صاحب الحساب، يتواصل معاه وما راح يقصر وياكم ان شاء الله. فأول شيء راح أسويه في هذه الشجيرة، مثل ما أنتوا شايفين جذورها طالعة من فتحات الأصيص، فهي محتاجة أصيص أكبر شوي عشان تقدر تكبر. نحتاجها تكبر علشان الساق شوي ياخذ سمك، لأن حاليا يعني ساقها ضعيف، تحتاج إنه شوي تاخذ سمك عشان تكبر وتتقوى. فراح أنقلها من هذه الأصيص إلى أصيص 5 لتر إن شاء الله، وراح نرجع لها إن شاء الله. الحين مثل ما أنتم شايفين نقلت الشتلة إلى أصيص 5 لتر، شوي مساحة أكبر، مو بوايد ولكن شوي مساحة أكبر إن تقدر تمد عروجها وتكبر. الخطوة الثانية اللي راح أبتدي أسويها اللي هي راح أبتدي أشكل الساق الرئيسي بالواير. هذه واير قطرة 3.5 ملي ألمنيوم طبعا، فراح أقطع من الواير ونشكل الشجيرة. فراح أجيب الكاميرا أجرب وراح نشتغل مع بعض على هذه الشجيرة. عادة مثل ما دائما نقول إن الواير يكون تقريبا ثلث حجم الساق اللي راح نلف عليه، ولكن هذه الواير راح استخدمها، هذه 3.5 ملي تقريبا، يعني تقريبا هذه السمك في الأعلى، فحق الأسفل على أساس أقدر أعوي وأشكله راح أستخدم هذه 3.5. فكطول راح أحتاج يعني أقول تقريبا هالقد، راح أغرس وبعدين أبتدي ألف، وأتأكد لما ألف الواير إن الواير ما في يكون في يعني ما في مسامات بين الواير وبين الجذع. فالحين مثل ما أنتم شايفين لفينا الواير على الساق، فاللي راح أسويه إني راح بالذات في الأسفل، دائما لما نثني أو نعوي الغصن مهم أن نمسك قبل وبعد مكان اللي بنعوي عساس يعني نعزز الدعم حق أو نسند الغصن وما ينكسر عندنا. فهي في هذا السن للحين مرنة، والنيم عموما في ليونة، فبس بهذا الشكل مبدئيا بهذا الشكل مبدئيا اساس تاخذ شكل منحني. اللي راح اسويه اني راح اقطع من فوق على اساس احفز تفرع عندي. راح اقطعها هني بهذا الشكل.
وهذه راح يروح في الكومبوست. هذا اللي يصير اذا ما نسند الغصن، يصير فيه شلخ، ولكن ما راح ارد اثني الغصن زياده، في احتمال كبير انها ترد تتعالج. احيانا اذا نسمع طقه في الـ في الـ في الغصن تصير ساعات، فعادي ممكن الشيرة انها تتعافى منها. راح اخليها بهذه الشكل، راح ارويها وبهذا الشكل بدنا فيها بداية التشكيل. طبعا نحط في بالنا ان لما الشجرة تبتدي تاخذ سمك هذه الحنيات راح تمتلئ، و الحنيات راح تصير شوي بشكل طبيعي اكثر مما هي عليه الحين. فهذه بداية الشغل على شجرة النيم، هذه راح ان شاء الله نواصل عليها العمل. راح اغذيها باليوريا او عالي النيتروجين على اساس احفز فيها نمو خضري، لان نبغي نبني الاغصان والتفرعات اللي نبغيها فوق. فراح نشوف، نواصل وياها ان شاء الله ونشوف الخطوات الجاية في الفيديوهات الجاية. فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.